بدأت وزارة النقل في تنفيذ أكبر خطة لتدريب أو خطة عاجلة لرفع كفاءة العاملين بالوظائف الحرجة في السكك الحديدية وجميع أطقم التشغيل وقائدي القطارات بقطع المسافات الطويلة والقصيرة ونقل البضائع والتركيز على نقاط الضعف في المنظومة المتسببة في الحوادث للحد منها. وفي سياق آخر، بحث وزير النقل سبل إنهاء أزمات المزلقانات وقال أنه من غير المسموح تأخر الشركات عن تطويرها. دكتور مدحت، يبدو أن هناك خطط عاجلة تحدث بعد الكوارث التي حدثت مؤخرا في قطاع السكك الحديدية. برأيك هل تلجأ الدولة لقطاع أو الاعتماد على القطاع الخاص لإنقاذ هذا القطاع الحيوي؟ أتمنى، وأتمنى يعني حتى مش بس الاعتماد على القطاع الخاص، يعني ما يحزنني أننا نلجأ إلى خطط طارئة وعاجلة، أي أننا ندير أزمة كالعادة. كيف لا تكون لدينا رؤية لإدارة المخاطر المؤسسية في قطاع حيوي وخطير وتعلق بحيوات البشر مثل هذا القطاع؟ كيف يعني لماذا دائما نلجأ إلى أسلوب إطفاء الحرائق؟ أعتقد أن لو كان لدينا رؤية وبرنامج وإطار ومنظومة لإدارة المخاطر، وهناك ضوابط للتعامل مع هذه المخاطر وتقليل حدوث الأزمات، لما لجأنا إلى هذه الخطة العاجلة. يعني ما المفاجأة في أننا تحدث لدينا حوادث قطارات؟ حتى لو لم تكن لدينا أو لم يكن لدينا تاريخ من هذا، فهناك احتمال دائما أن يتعرض الإنسان إلى حادث وهو يسير على الطريق. فإذا لابد أن تكون لدينا منظومة لإدارة المخاطر المؤسسية، لابد من البحث في كيفية التعامل مع هذا القطاع الحيوي ولو بخصخصته. يعني الخصخصة لا أراها دائما الحل الأمثل، لكن أحيانا تكون يكون الاعتماد على القطاع الخاص الهادف للربح أفضل كثيرا من الاعتماد على الموظف العام الذي يحصل على راتبه سواء عمل أو لم يعمل، وأن يكون القطاع متخم. يعني أنا علمت أنه الرواتب أكثر من يعني 3 مليار تقريبا، والإيرادات لا تزيد عن 2 مليار، يعني خسارة. ده بند واحد اللي هو الرواتب. فهذا قطاع يحقق خسائر كبيرة جدا، نحتاج إلى إعادة هيكلته منذ زمن. فالآن آن الأوان وعلى وجه السرعة أن نتعامل مع هذه المشكلة بمنظور إدارة المخاطر وليس بمنظور إدارة الأزمة.